تفاصيل أكتر معانا على الهاتف المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة بقنا. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك. ومحصول قصب السكر، وهل في بشرة خير كده بتوريد المحصول والنسب المتوقعة منه؟ لأن طبعا احنا أكيد عارفين إن احنا في احتياج شديد جدا السوق المحلي للسكر. أولا تحياتي للأستاذ محمد والأستاذة هذا، وتحياتي للشعب المصري بالعام الجديد 2024، وتحياتي لأخوة الأقباط بقدوم عيد القيام المجيد، وكل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. حضرتك بألف خير. اتفضل يا باشمهندس، عايزين نطمن كده على نسب المحصول وأخبار التوريد إيه؟ طبعا محصول قصب السكر من محصول الاستراتيجي الاول اللي هو لمحافظه قنا، وتبلغ مساحه القصب المزرعه في محافظه قنا 120 الف فدان، وتنتج محافظه قنا 40% من اجمالي مستوى على مستوى الجمهوريه. طبعا الدوله لا تعلو جهدا في الاهتمام بزراعات القصب باعتباره ده الامن الغذائي لجمهوريه مصر العربيه. محافظه قنا زي ما قلت حضرتك ان بتزرع 120 الف فدان قصب، بتنتج 3 مليون طن قصب، بينتج منها 300 الف طن سكر سنويا. طب باشمهندس محمد، يعني دايما بينظر كده لقنا من المصريين جميعا هي مخزن السكر في مصر، يعني المصانع المهمه الثلاث مصانع اللي موجودين في قوس ودشنة ونجع حمادي هي المصانع الاساسيه اللي من خلالها بيتم توريد السكر. حابين نعرف تفاصيل اكتر من حضرتك باشمهندس توريد المحصول والخطوات اللي بتحصل لوصول هذا المحصول الى مصانع السكر. احب اوضح اولا ان للدوله في تدعيم المزارع المصري بتنمية 2030 تحت ظل القيادة السياسية، اهتمت وساهمت وأولت الاهتمام الكبير لمزارع القصب. طبعا كان لها بالغ الأثر من حيث اهتمام تطبيق نظام الزراعة بنظام الشكل والري الحديث. وطبعا كلنا نعلم ان الدولة عملت محطتين لانتاج شتلات القصب، وده طريق القيادة السياسية اللي هي على اساس ان احنا نزرع بالري الحديث ونظام الشكل. فقامت محطة ادفو بوادي الصعايدة بطاقة انتاجية 30 مليون شتلة بتكلفة 1.5 مليار، أي أن تم إنفاق 2 مليار جنيه و200 ألف لهذه الوحدات. طبعا محافظة قنا زي ما أوضحت سيادتك على أساس أنها فيها ثلاث مصانع كبار، قوس ونجع حمادي وجشنة. بيبتدي الأول بالنسبة للزراعة في المتابعة من مديرية الزراعة عندنا من حيث قطاع الإرشاد الزراعي ومحاصيل السكرية بمديرية الزراعة. بالنسبة للاهتمام بالنسبة لوزارة الزراعة باعتبار أن المحصول قصب السكر هو المحصول الاستراتيجي الأول بالنسبة للمحافظة، بداية من الزراعة وبداية من موسم الزراعة وانتهاء بتوريد القصب لمصانع السكر. طيب ايه الأسعار والتسهيلات اللي بتتم للمزارعين والموردين، وتحديدا الأسعار كمحفز ان هم يوردوا المحصول الخاص بهم بقصب السكر؟ الدولة اخذ السعر ليها كان بالنسبة لمحصول القصب كان سعر الطن المعلن اللي هو 1500 جنيه للفدان الواحد. طبعا المزارع ما هواش يعني مقتنع، يعني بعض قله من المزارعين مش مقتنع بسعر المحصول بالنسبه للتوريد،
وده حضرتك انه ما بيتبعش وسائل الزراعه الحديثه من الشكل قريب التنقيط، فكان على راس الاهتمام بتاعنا احنا نطبق وسائل الري الحديث ونظام الشد. فتم عمل حقلين ارشاديين وصلنا باتباع نظام الري بالشكل والري الحديث الى رفع الانتاجيه من 35 طن الى 63 طن. مش بس بيوفر الميه، هو كمان بيوفر التكاليف. بيوفر حضرتك الميه بنسبه تكاليف ميه وكهرباء. ميه وكهرباء واسمده يا فندم. بتوفر ميه 40% من الميه وبتوفر 50% من الاسمده مع زياده الانتاج وجوده الانتاج حضرتك. طب ده هيخليني اسال حضرتك يا باشمهندس محمد عن زراعه اصناف جديده، وهنا دور مهم جدا للارشاد الزراعي، يعني في توعيه للفلاحين والمزارعين بزراعه اصناف جديده ذات جوده عاليه ومقاومه كمان للافات والامراض اللي ممكن تصيب المحصول. الاصناف الجديده اللي بيتم زراعتها، الاصناف الصنف الغالب معانا سن 9 حضرتك، وده بيتم انتاجه واخد من مشاتل الوزاره بتوفرها، وكذلك المشاتل الخاصه بمصانع السكر بتوفر الشتلات لسن 9. وهو سن 9 ده الصنف اللي اثبت كفاءته من حيث الانتاج ومن حيث واخد بالك مقاومه الامراض، وتم توفير مشتل في كل مصنع من مصانع السكر، ومصانع السكر بتقوم بدعم المزارع على اساس انه هو لو خد الشتله دي بتوفر له دعم انه بيتم خصم التكلفه، يعني الشتله بتكلف 2.5 جنيه، بيقوم بدعم المزارع فيها بجنيه واحد من مصانع السكر. ده طبعا بيقدم يعني بيقدم مهندس محمد كتير. احنا عايزين نطمن حاجه واحده بس، محافظه انها تديني قد ايه للسوق المحلي، هتقدر توفر لي قد ايه من السكر؟ وده اللي يهم اي حد بيتابعنا دلوقتي. بالنسبه باتباع النظم الحديثه من الشت وسائل الري الحديثه، نضمن ان لو ما زي ان نتخطى بالانتاجيه من 35. يا رب دايما الإنتاجية في زيادة من محافظة قنا. بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة بقنا.